السلام عليكم ورحمة الله، جينا وياكم بحلقة خاصة أيضا بالسوفت وير. طبعا هذا الجهاز اللي هو نوكيا 105-2019 اللي يحمل TA-1174 مدعوم فك نمط أو رمز الحماية على بوكس الـ NCK Pro وعلى الدينجل البيست انفينيتي الـ BB5، لكن من لا يمتلك هذين البوكس أو الدينجل اللي ما عنده لا بوكس ولا دنجل نقدر نتخطى رمز الحماية مجاني. طبعا هذا رمز الحماية، إذا كتبنا 1 2 3 4 5 راح نطي خطأ. أوكي، كل ما نحتاج شريحة عليها رمز أو ما عليها رمز بن. أوكي، عليها رمز أو ما عليها. حاليا هاي الشريحة خليناها مثل ما نشوف، هاي الشريحة. اوكي، راح نشغل الجهاز. هذا الجهاز راح اقرب التصوير. عدل. دا نشوف انه عليها رمز بن، راح نخلي رمز البن 1 لانه الشبكة ما اجت. لو لاحظنا انه الشبكة ما موجودة، الشبكة فراح نخلي رمز البن حتى تجي الشبكة. اوكي، حاليا ننتظر حد ما تجي. حاليا جت الشبكة، اذا واضح التصوير ان شاء الله. هاي الشبكة واضحة، هاي الأولى. فراح نتصل على هذا الخط. أوكي، هذا الاتصال الخط. أوكي، راح نفتح خط ثانيتين، نضغط خيار، نجي للقائمة، نلغي الاتصال من هناك. أوكي، هاي القائمة دخلنا لها، راح نرجع نتصل. عفوا، صار خطأ بالموضوع. راح نتصل مرة ثانية. اوكي، نفتح خط ثانيتين، ندخل خيارات، ننزل للقائمة، هاي القائمة. ضبط الهاتف، نحاول للإنجليزي. أوكي، سوي له سكيورتي. سكتي. ريستور 1 2 3 4 5. نطي أوكي. تمت استعادة الضبط بنجاح. تسمعوني إن شاء الله تعالى بمقطع فيديو جديد. مع السلامة.